السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أنا كنت مشاور نحاولوا نهضروا على واحد ستة ديال النقاط، ولكن قبل ما نهضر على ستة ديال النقاط بغيت نهضر على نعطيكم واحد الفيدباك على المقابلات اللي دازوا البارح في القنصلية الأمريكية بالمغرب. فالأغلبية ديال الفائزين والفائزات خداو فيزا مقبولة، إلا جوج ديال الأشخاص أنا حاليا اللي وصل لحد العلم ديالي. جوج ديال الفائزين، الأول تعطى له رفض، يعني رفض نهائي. علاش؟ عنده باكليبر وخارج من التاسعة، خارج من الكاتريه، بالتالي ما مكملش 12 سنه دراسه كامله. اذا هنا الاخوان بالنسبه لهذوك اللي بحال هاد لوكا هذا، بحال هاد الحاله هذه ديال انه خارج من الكاتريام او السانكيام او السيزيام وما مكملش 12 سنه، يعني رجعوا الاوراق ديالكم. انا ما غير كنشرح لكم شنو كيوقع للاخوان. اذا هنايا بالنسبه للاشخاص اللي عندهم يعني الظروف الماديه ديالهم شويه قاصحه وما بغاوش يعني يخسروا داك الفلوس، وانت عارف راسك خارج من الكاتريام او من السانكيام وما مكملش 12 سنه، فرجاء يعني ما تخسرش داك الفلوس. كنتي بغيتي تغامر وتخسر داك الفلوس وتمشي وتاخذ فيزا مرفوضه، الله يسهل لك الامور، لان نعاود ناكد عليها رجاء، لان هذا الشيء هضرنا فيه مرارا. نساو داك السنوات الماضيه، الا شفتوا شي فيديوهات السنوات الماضيه ولا الهضره دارت، يعني كانوا الناس خداو الفيزا. شوف فعلا عندي انا في القناه كانوا في 2020 21 وفي 22 كانوا اخوان يعني باكليبر خرجوا من التاسعه ومن السانكيام وخداو الفيزا ديالهم. فبالتالي هذا العام هذا لا، ولاو كيشددوا شي شويه على دراسه 12 سنه كامله. غير باش نكونوا متفاهمين، يعني كنتي خارج من البكالوريا، قريتي البكالوريا ودوبلتي فيها وخديتي الباك ديالك من بعد ما درتي باك حر ديالك، راه عندك الاثبات، يعني راه قاري 12 سنه. عكس واحد خرج مثلا من الكاتريام او من السانكيام او من السيزيام وما عندوش اثبات، فقاريش يعني ما عندوش اثبات انه قاري 12 سنه، غيكون عنده اثبات ديال المستوى اللي هو واصل ليه. فمن طبيعة الحال راه ما غياخدش الفيزا لان ما قاريش 12 سنه كامله. فهنا الاخوان رجاء، الظروف تغيرت، الشروط تغيرت، كنتي قاري 12 سنه الله يسهل عليك، ما كنتيش واصل 12 سنه. انا غير كنصيحه، جوج من الحوايج، ما تغامرش بفلوسك بلا ما تمشي دوز داك الطبيب وتخسر الفلوس ديال الفيزا وداك الشيء، لان داك الشيء ما كيرجعش. بغيتي حاجه ثانيه، بغيتي تمشي دوز وتخسر داك الفلوس وغتاخذ فيزا مرفوضه، الله يسهل لك الامور. حنا غير كناقشوا الامور كيفاش غاده. صافي الاخوان، هذا من جهه. من جهه ثانيه انتم شوفوا الاخوان، انا غادي كنتمشى شي شويه هنايا. هذا واحد الاليمنتري سكول، مدرسه صغيره، شوف دايرين لهم، شوف كيلعبوا الباسكيت، التيرانات انت تلعب هنايا، تلعب هنا كره مع راساتك، لهي كاين داك اش كيتسمى البيسبول، كاين التنس، تهبط لتحت كاين الاخر ديال التنس، وهنا هما هذا تاون هاوس، هادو تاون هاوسز، هادو كيكونوا انتما دار حدا دار ملاصقين، وكي كيتكراو هكا، وكاين اللي كيشري تاون هاوس ديالو. فقلت الاخوان غنناقش معكم بعض الامور. بعض الاخوان توصلوا بواحد المكالمه من القنصليه الامريكيه بالمغرب، مفادها انه تغيروا لهم تاريخ المقابله، تغير لهم من 23 فبراير ل 28 فبراير. هادو كان واحد الاخوان يعني تواصلوا معايا شخصيا، قالوا لي خويا راه عيطوا لنا، واش هادشي غيشكل مشكل؟ قلت لهم راه بتاتا ما يشكل عليكم لا مشكل لا حتى شي حاجه، عادي جدا. يعني تغيير تاريخ المقابله راه وقع الاخوان قبل منكم، ما كاين حتى شي مشكل. ففي انتظار نعرفوا الاخوان، واش بزاف الاخوان اللي تغير لهم هذا الموعد ولا لا، غادي نشوفوا هادشي من بعد. اخوان انا كنكتبهم كاع في الورقه باش ما ننساهمش. بعض الاخوان دوزوا المقابله باللغه الانجليزيه، يعني واخا كانوا ضابطين اللغه الانجليزيه، ولكن يعني بحكم داك لوتراك، يعني الستريس والضغط والارتباك، بقاو كيدخلوا ويخرجوا في الهضره. يعني واخا هو متمكن من اللغه الانجليزيه بقى كيدخل ويخرج في الهضره. فهنا الاخوان راه النصيحه، يعني المقابله راه كتمر في واحد الاجواء عاديه جدا، هو من طبيعه الحال راه غيكون فيك شويه ديال الارتباك، غيكون فيك شويه ديال الخوف، الخلعه الى اخره. بنادم كيكون جاي من مدينه بعيده، ما ناعش، ما واكلش، ما مرتاحش، ما فهمتني، كيكون خايف، وداك التفكير واش غناخذ فيزا ولا ما ناخذش فيزا، هادشي راه عادي، هادشي راه كيوقع. لكن ضبط شويه كما نقولوا، تحكم شويه في هذا الخوف ديالك وفي هذا الاخر باش ما ترتبكش. وهنايا كما يعني نصيحه للجميع، كنتي يعني شتي غالب عليك لوتراك وداك الشيء، حاول هضر باللغه اللي مرتاح ليها، هضر بالدارجه اخويا،
هضر بالدارجه. واخا انت مثلا كنتي متمكن من هذه اللغه الانجليزيه ونصحناكم ان قلنا لكم اودي اللي متمكن ولكن ما يكونش غالب عليه لوتراك وما غالبش عليه لا 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 سميتو لا 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 الستريس والارتباك يهضر باللغه الانجليزيه، لان هذيك قيمه مضافه وامتياز ليك انت الا هضرتي باللغه الانجليزيه. فنتمنى الاخوان تكونوا فهمتوا القصد ديالي. حاولوا تيفيتيو الا حسيتوا براسكم مرتبكين ايفيتيو تهضروا بشي لغه اللي غتبقاو غير كتشتفوا فيها وكتدخلوا وتخرجوا فيها. نتمنى هاد النقطه تكون مفهومه. واحد الاخ من الجزائر تواصل معايا روطار صراحه، قال لي اخويا كمال واحد الشخص وراه زعما حتى من المغرب، واحد الشخص راه تسالت ليه الفيزا، خدا الفيزا ديالو وتسالت ليه الفيزا. علاش؟ حيت ما عندوش الظروف الماديه ديالو شويه قاصحه، وتا جوج ديال الاشخاص من المغرب ظروفهم الماديه قال لي هو مازال ما خداش الفيزا، ولكن قال لي اخويا راه ظروفي مازال كنفكر واش غنمشي ندوز ولا ما ندوزش. يعني بقيت كنشجع فيه، قول ليه ما يكون غير الخير ماشي مشكل، ما نتعاونوا معاك، غير حاول دوز دبر، لان فين راكم عارفين المصاريف ديال القرعه الامريكيه راه ماشي من السهل. يعني واخا غادي تعاونوا، هو واقف على الفلوس ديال الترجمه، واقف على الفلوس ديال الطبيب، خصو الفلوس ديال البيي ديال الطياره، خصو الفلوس اللي يجيب معاه هنايا، يعني خصو مصاريف بزاف. يعني شحال هاد السيد غادي تقد تعاونوا؟ غير باش نكون معكم واضح، شحال باش قد تعاونوا؟ وغايجي واحد ويجي ثاني ويجي ثلاثه ويجي، يعني كاينين بزاف. فانا قلت لي اخويا شوف العائله، شوف بيع شي حاجه دبر، لان هذا راه حلم، راه اي واحد راه كما كيقولوا واحد راه كيتمنى غير في فوقاش تحقق ليه هذا الحلم هذا. يعني انت ما تعقلش اخويا ولا اختي على 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 ود المصاريف. الله يحسن العوين، راه كنقولها ونعاود نكررها، الله يحسن العوين. راه تصور ما تلقاش حتى باش ترجم البكالوريا ديالك، راه صعيبه، راه صعيبه مع هاد الموجه ديال هاد الغلاء والاسعار وكل شيء، ما كاينش الله يرحمك، راه شويه القضيه صعيبه باش نكون معكم واضح، الله يحسن العوين. كذلك كما قلت لكم هذا اخ من الجزائر هو تسالات لي لمده صلاحيه الفيزا، يعني خدا الفيزا ديالو ولكن لظروف ماديه قاهره جدا مشات ليه الفيزا. قال لي اخويا دابا واش كاين امكانيه باش انني نجددها؟ قلت لي اخويا شوف تواصل مع السفاره الامريكيه، السفاره الامريكيه اللي عندكم تما في الجزائر، شوف واش غادي يعاودوا، تحكي لهم الظروف ديالك شنو وقع لك الى اخره، واش غيعاودوا يعطيوك فيزا ولا ما غاديش يعطيوك فيزا الى اخره. كانوا غيعطيوك الفيزا يجددوها لك ولا شي حاجه تبارك الله، ما كانوش الا ما زعما ما اقتنعوش بالسبب ديال يغيروك الفيزا. لان الا كنتوا لاحظتوا بحال داك العام ديال 2020 و2021 فاش كانت داك كوفيد، راه كاين اللي كان خدا الفيزا ديالو نظرا لهاد الظروف اللي وقعت، لان ماشي الظروف ديالو هو، يعني الظروف خارجه عن الطاقه ديالو، راه من طبيعه الحال خصو يتواصل مع القنصليه ويطبعوا لهم فيزا واحده اخرى، ما كاينش مشكل. ولكن بالنسبه لهاد الظروف ديال الظروف ماديه، يعني ما كانش عندك الفلوس باش تسافر وتقطع البيي الى اخره، فهنا خصك تواصل مع السفاره الامريكيه اللي في البلد ديالك، يشوفوا واش غيديروا لك معاك شي حل ولا لا. نقطه اخرى وبها غادي نختم الاخوان، يعني كنت هضرت لكم شحال من مره على ما تاخذوش جوج المواعيد مع جوج الاطباء، ما تاخذوش جوج المواعيد مع جوج الاطباء، ما تاخذوهمش رجاء، راه غطيحوا في مشاكل اللي غتندموا نتوما نيت. قلت لكم الا خديتوا جوج ديال المواعيد مع جوج ديال الاطباء، الغي واحد الموعد واحتفظوا غير بواحد رجاء. يعني هذا الشيء راني قلت لكم مرارا وتكرارا، ودابا راه كاين اخوان اللي وقع لهم هذا المشكل وعيطوا لهم القنصليه وقالوها لهم، قالوا لهم علاش خديتوا جوج ديال المواعيد، خديتوا جوج المواعيد مع جوج ديال الاطباء، راكم كتضيعوا فرصه على واحد اخر. وكاين اللي لغاو ليه، يعني ماشي لغاو ليه، عفوا ماشي لغاو ليه، غيروا ليه الموعد، يعني غيروا ليه داك التاريخ اللي كان غادي يدوز به لتاريخ واحد اخر. فرجاء الاخوان راه نبهناكم، لان كانوا بزاف ديال الفائزين طاحوا في هذا المشكل ديال واخدين جوج ديال المواعيد مع جوج ديال الاطباء. فما تكونش عاود انت مريقل تقول راه نضرب هنا وهنايا، يعني اللي حصل نارتي هنايا واللي حصل نارتي هنا واللي حصل نارتي هنا فين ما شدت ليا اوكي. لا هذيك عيط لهم، ولكن اللي شد لك الاول شديتي مع الرونديفو وصلت على النبي، سواء عطاك الرونديفو قبل ما تدوز المقابله او لا عطاك الرونديفو من بعد ما تدوز المقابله. رجاء الاخوان، يعني كنعطيكم هاد الحوايج حاولوا تنتبهوا لهم. يلا كمال يحييكم، تهلاو الى فيديو قادم. اللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار في هاد النقط اللي هضرنا عليهم يخليه لنا في التعليق، راه كنقراوهم باش نحاولوا نجاوبكم عليهم. يلا تحياتي. الكومبلكس حدايا هادو غير ك كومبلكس، يعني كيتكراو بحال قريب نيت الكومبلكس اللي انا فيه، على حسب هادو مثلا هذه غير وان بادروب، هانتوما شفتوا البلكونه صغيره،
وان بيدروم كيتكراو ب 1250 الفوق، كيبداو ب 1250 الفوق. هذوك اللي هي قدامي اللي هي هذوك تو بيدرومز، وكاين لي تري بيدرومز. هانتوما شفتو يعني حي نقيقي، هانتوما كتشوفو شتي، انا كنصور لكم دابا. انت من جيت راه جيت من لهي، دابا غنمشي هنايا. هادو تاون هاوسز، يعني كيكونوا دار حدا دار، دار ملاصقه حدا دار، وكيكون فيها السفلي والفوقي. كيكون الاغلبيه بيت النعاس كيكونوا الفوق، والتحت كتكون الكوزينه والحمام، واحد الليفين روم، واحد كما نقولوا صالون صغير. وهنا المسائل ديال الكاربيج ديال التراش وداكشي. يلا تحياتي الاخوان، تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم.